جو ما يبانش ما حيدي باش ما تبانيش جوج مرات وجهود وراي صح مره اخرى تبان لك واحد. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس وحنا باقين في المدينة. خليكم مع حالة إنسانية الأم اللي مريضة محتاجة عملية على الأذن ديالها اللي مبقاش كسمع بها والوضع غادي وكيتأزم وفي نفس الوقت كيقول لك ما زادو فيل نزيد كفيلة هي مريضة وزادها حتى الولد ديالها مريض اللي داير دم من مخري ومن من فمي ودابا درت سميتو واحد قفازه وقال لي راه تسوسك العظم وما عنديش باش ندير العمليه مشيت لمراكش باش يعاون سميتو بقيت هكاك وقت العمليه اللي عندك شحال تقريبا دايره قال لي في الاول قبل ما ندير سميتو قال لي مليون دابا ما ختي ما نعرف 10000 درهم انت واقفه على العمليه ب 10000 درهم في الودن ديالك دابا ما اذا هو رجاء كنعتذروا مشاهدي قناه شفت فينا انقطاع البث كملنا شنو المشكل اللي عندك منين سميتو مشيت لمراكش باش ندير العمليه طلبوا لي عمليه على حساب الفلوس واحد الكلينيك وما عنديش باش نديرها راجلي ما خدامش ووالدي ما في حالتهمش رجعت عند راجلي ما عندوش وطلبوا لي مليون في العمليه وبقيت تنظر على المحسنين هاد السبيطارات وداك الشيء قال لك الا ما عطيتيش الفلوس عادي بقيت تسوسك العظم والعظم ما حدي انا قاعده بودني والعظم تيتسوسلي حتى لقات بالطريفات تاع الدم وداك الشيء من فمي وما عنديش اختي باش ندير العمليه وقف على 10000 درهم هي اللي خصك ديري بها العمليه باش ندير بها العمليه ودابا ديك الساعه 3 سنين هادي باش انا سميتو منين ما عرفت حتى حد جلست ودابا ما مشيتيش للجمعيات ديال حقوق النساء ديال حقوق المراه ما عرفتش وبقيت هكاك اختي الوليد ديالك شنو المشكل اللي عنده تزاد فيه الماء في الراس درت ليه عمليه عاونوني نيت الناس هاد الشيء وقعت فيه في السبيطارات وداك الشيء عاونوني الناس قدام السبيطار درت ليه عمليه الاولى والثانيه دابا هي الثالثه ودابا راه راسو غادي يتنفخ وما عندي لا انا باش نداوي راسي ولا باش نداوي ولدي شنو رسالتك للمحسنين تنطلب من المحسنين يعاونوني يعاونوا ولدي ما عنديش باش نقوم براسي ونقوم بولدي نتينا كتشوفي سكتي الله يخليك نتينا كتشوفي ولدك كيضيع حداك وما عندكش باش تعاوني ما عنديش الجهد لا انا ولا با ما عنديش الجهد دابا انا مريضه وولدي مريض وما عنديش باش نكون بولدي وطراجي ما عندوش باش يكون بينا رسالتكم الاخيره الاخيره تنطلب من المحسنين يعاونوني ويعاونوا ولدي ما عنديش باش نقوم بولدي وبيا ولدك اللي حتى رجليه بدات كضيع دابا تتعوج ليه رجليه وما عنديش باش نعاونو ما عنديش ذكرني برقم الهاتف ديالك 06 37 50 64 66 06 37 50 64 66 اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كانت هذه هي الرساله ديال الام اللي واقفه على العمليه اللي بغى يقدم يد المساعده اجركم عند الله في هذه العواشر هذه رسالتك اخيره تنشكر المحسنين ونشكر محمد السادس اللي وقف معايا الله يوقف معاه على خير وتنشكر شوف تيفي اللي جات عندي وعاونتني باش نوصل للمحسنين الله يكثر خير شوف تيفي اللي جات عندي والمحسنين يعاونوني راه ما عنديش